واحد يقول لي ماذا يختارون في الأديرة التعليم العالي في الرهبنة؟ لا ممكن إذا كان حد تعليم متوسط أو مش مفيش تعليم خالص لكن في حياة روحانية يقبل في الدير. وبعدين سؤال تاني، هل الآن يمكن ان احد يتكلم بألسنة؟ في ناس يعرفوا يتكلموا انجليزي وفرنساوي والماني وايطالي، لكن اللخبطة اللي بيقولوا عليها ألسنة دي لا. والكتاب المقدس بيقول الألسنة ستبطل، كما ان الألسنة كانت موجودة لزوم التبشير في البلاد التي لا يعرفون لغتها، فكان ربنا بيديهم اللسان عشان يبشروا. لكن واحد يكون وسط ناس مصريين كلهم يعرفوا لغته ويقعد يقول لهم كلام مش مفهوم ملوش معنى. على اي الحالات انا اصدرت لكم كتاب اسمه اللاهوت المقارن، فيه فصل طويل عن الموضوع ده.